اختي راه بشحال باقي؟ اش باقي بزاف؟ شحال باقي لابيك؟ خويا بيبر انا فرحانين، انا مع خونا الكبير حاج بوقاسم اللي 40 سنه هو مع الشباب، شكروه مناسبه التقاعد تاعه، حبابه وصحابه اليوم احتفلوا معه، الصحة والهنا إن شاء الله، نتمنوا له كل خير إن شاء الله. وحاج بوقاسم كما نعرفوه إنسان أخلاق، كفاءة، حبيبنا، نتمنى له كل خير إن شاء الله بإذن الله. فرحة عارمة يعني في قلبي، يعني حتى بكيت اليوم وشفت التعليقات في الفيسبوك وكل شيء، اللي ونشكر الحاج مجدوب وكل الجماعة اللي ساهموا معاه في هذا التكريم، وعلى يعني المجهودات اللي قدمناها لهذا القطاع. أشكر كل اللي لعبوا معنا في هذه المقابلة، أتمنى إن شاء الله لهم كل السعادة والهناء، ربي يحفظهم، ربي يسترهم، ربي يجعلهم إن شاء الله من أهل الخير. نظن أنه اقل شيء ان نقدموه للحاج بوقاسم هو الاعتراف، نعترفوا لهذا الاب وهذا الاخ الكبير وهذا الاطار السامي اللي لم يقتصد اي جهد في سبيل ترقيه الرياضه والشبيبه على مستوى ولايه عيد موسم، كان شغله شاغل الشباب على العام، كل ما لقى الحاج بوقاسم شباب شباب شباب، الحاجه اللي نطلبها له الله يجعل ربي رزقه العافيه والصحه ويقعد دائما في خدمه الشباب حتى بعد التقاعد ان شاء الله. ربي يشوف فضل الحاج علينا، يعني سنوات اللي قضيناها معه كانت سنوات والله فريمون حلوه بزاف، تعلمنا منه بزاف صوالع ما كناش نعرفوهم، وكان بمثابه الاب بالنسبه لنا كلنا، يتسمى ماشي غير لي انا ولا، ولكن كل اطارات ديوان مؤسسه شباب كان يعتبر هو الاب الروحي المدير. نقول لك الحاج بوقاسم غني عن التعريف صراحه، مهما نديرو ما غاديش نوفوا له كاع الشيء اللي داره واللي قدمه للولايه والحركه الجمعويه، هذا بوانا خونا تعلمنا من عنده، نهارات كنا نتوافقوا، نهارات كنا نختلفوا، نهارات يزقع لينا في البيرو يقولنا بلي انا نعرف صلاحكم، صراحه قدمنا لي كونسي ووجهنا ورافقنا، شفنا خونا كبير، شفنا بانا، خطرات كنا هكا نتلاقوا في الجامعه ويقول يزقي الحاج يقول لك لا ما على بالكمش راه صاري، انا راني نفوت قبلكم وعلى بالي شكاين، دونك انا نتمنى لها الصحه الكامله والعافيه، ونتمنى لها توجور ما يحرمناش من لي كونسي تاعه من التوجيهات تاعه، والله يعطيه صحته وبارك الله فيك. هذه المناسبه نتمنوا الحاج كل الصحه والهناء، ان شاء الله تقاعد مريح، وبارك الله فيه على اللي قدمه لديوان المؤسسات للمؤسسات لينا حنايا بالنصائح بالارشادات، وبارك الله فيه. والله لا برا، والله لا ولا يدي انت ما ربي يحفظهم، ونشكروا الحاج مجدوب، نشكروا مدير الشباب الرياضه، ونتمنى له التوفيق والنجاح، الحاج عبد اللهوي ان شاء الله الله يوفقه، ونشكر بدون ما ننسى كل الجمعيات اللي جاوا، يعني والله يصدقوني. عندي هنا التكريم تاعه ثاني، هذا ملك الشباب الاسلامي الجزائري. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم، مازال باقي البركه ان شاء الله فيكم. كرم مدير السابق. الله يكرمك. سلم له المشعل الحاج، المشعل. هذه هدية بسيطة من الابن للوالد، مانيش كمدير شباب ورياضة اليوم، راني كي وليدو. هذه يعطيكم الصحة. الله ينورك. قد تغيب الكلمات، لأننا اليوم نقف عند واحدة من قامات قطاع شباب الرياضة، ولكن بعيد عن كل هذا أظن بأن عمي أحمد اليوم هو واحد من الرجالات اللي نعتبرهم قدوة للشباب، لا نقول بأنه تقاعد لأنه يظل رمزا للشباب،
كيف لا، وهو اليوم مازال في الملعب ويلعب الرياضة، ويعني ما يقدمه اليوم عم أحمد هو رسالة للشباب بأن يكونوا في مستوى تطلعات هذا الوطن، لأنه ما قدمه عم أحمد لهذا الوطن الكثير والكثير. قد تقصر الكلمات على أنها توفيك حقك عم أحمد، ولا كل هذه الهدايا أنها تعبر على مدى احترامنا وتشريفنا لكل هذا الأداء اللي قدمته خلال مشوارك المهني. أظن بأن ما ستقدمه لنا في المستقبل إن شاء الله هو كثير. إن شاء الله إن شاء الله ربي يطول عمرك ويخليك لنا إن شاء الله. صحيح سيد المدير. الحسين عربي محافظ الولاية، انت هو الآخر عن قريب الحاج بقاسم. بسم الله الرحمن الرحيم.